طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. جانب الهلال كالعادة النجوم حاضرة بقوة في التشكيلة الهلالية. إذن طاقم التحكيم المغربي عبدالله العمري، أليكس تيس وسط الميدان، عبدالله خيبري، مارتينو برازوفيتش وسيكو فوفانا، والهجوم ياندرسون كريستيانو رونالدو. ميتشيل ما يعديش، تسويب غدارة، هذه كرة لسير الدوسري، كرة جول ونواف يوزع، مازال تيس رايعة منه ويضيع توازنه. وإسماني يلعب مع السنغالي، يوزع رايعة يا عويس يا محمد يا عويس، مانويل البرازيلي يراوغ كرة خيبري، التسويب يا محمد السنغالي، ماني يوزع وبرازو رونالدو، كريستيانو التسويب، تريسكا رونالدو يعدي والمخالفة، خالدو كوريبالي بالورقة، خيبري سيكو فوفانا، غريبة ضيع الكرة، ماركو يوزع كرة جول، كرة جول ميشيل ديلجادو، الهلال تريسكا رونالدو قوية، قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو، أندرسون تريسكا لاويس بطل أفضل لفريق النصر، مخالفة رونالدو، كرة رونالدو، جول 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 رونالدو، كريستيانو يعود بالنصر، أو النصر بالأسطورة يا حاكم حكام الكرة، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ماذا يحدث في الميدان؟ يا رونالدو نار، كل اللاعبين في الانتظار، ما فماش ضربة جزاء، ليلة قتالية لرونالدو، قويا الآن رونالدو، هنالك رايع، علي الكرة، كرة اختراع، كرة سمير كزاز ويحتسب الهدف، إذن رسميا النصر، سعود عبد الحميد، تسويب، استماتة دفاعية نصراوية، والمخالفة ضد رونالدو، بالراس كريوسا كريستيانو رونالدو يدخل بالكأس إلى منصة التتويج، هذا هو النصر على سطح الكرة العربية لأول مرة في تاريخ